طلبنا أن يكون لدور الجامعة العربية تفعيل الإجراءات وتفعيل المبادرات حتى تستطيع الجامعة لعب دور أكبر في الوساطة ما بين الفرق السياسيين. ويتظل الحقيقة الظروف الآن أعتقد أنها ظروف مهيئة لجامعة الدول العربية والدول الشقيقة والصديقة أن تبذل الكثير من الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي. نشكر جمهورية مصر العربية وخاصة أخي بدر وزير الخارجية الذي انضم لهذه المجموعة في هذه الدورة، ونشكرهم حقيقة على جهدهم على إنجاح هذه الدورة التي تعتبر من الدورات المفصلية في تاريخ الأمة العربية والتضامن العربي. اليوم كانت القضية الفلسطينية هي القضية الأساس وكانت حاضرة على الطاولة. كل الحديث دار عن القضية الفلسطينية، عن ما يدور في قطاع غزة، ما يجري في القدس المحتلة من إجراءات تهويدية، وما يجري في الضفة الغربية من توغل وتغول استيطاني لانتهاك الحقوق الفلسطينيين في الضفة.